عداء حزب الاستقلال للأمازيغية. لا زال حزب الاستقلال يتهرب من حقيقة عدائه التاريخي مع الأمازيغية، حيث ادعى أمينه العام نزار بركة في آخر خرجة له بهذا الخصوص أن الأمر لا يعد سوى افتراء ومغالطات، لكن التاريخ لا يرحم، ومواقف الحزب قبل الاستقلال وبعده ومعاصرو تلك الحقبة من الزمن كلهم شاهدون على العداء الذي يكنه الحزب وقياداته للأمازيغية. وبالرجوع إلى ما قبل الاستقلال وبالضبط في الوقت الذي كانت المقاومة المسلحة تحاول انتزاع استقلال البلاد من المستعمر الفرنسي، كانت بعض عناصر الحركة الوطنية غير مهتمة بالكفاح المسلح، بل كانت منذ ظهورها تحارب كل ما هو أمازيغي، واستهلت حربها هذه بخلق نزاع وهمي على خلفية ما أطلقت عليه الظهير البربري، وهو ظهير 16 من ماي 1930 المنظم لسير العدالة في القبائل ذات الأعراف الأمازيغية التي لا تتوفر على محاكم لتطبيق الشرع، وهو ما جرت عليه العادة قبل الحماية، لكن توجه عناصر الحركة الوطنية التي ساد حينها لم يكن بهدف توحيد صفوف المغاربة عربا وأمازيغا، بل تم تحويره لمعاداة كل ما له صلة بالأمازيغية وثقافتها. وعلى هذا الأساس بني حزب الاستقلال على يد مؤسسيه المتشبعين بأفكار القومية العربية، حيث قال علال الفاسي في مقال له بهذا الخصوص: قضية العربية في المغرب قضية مزمنة، والحق يقال فهي ليست بنت اليوم ولا ناشئة فقط عن أثر الاستعمار في وطننا، ولكنها في الأصل ناشئة عن تقصير أجدادنا العرب في إكمال مهمة التعريب في المغرب. وتوالت محطات محاربة حزب الاستقلال للأمازيغية، كان البعض منها دمويا خاصة بعد استقلال المغرب، حيث وصل الحزب إلى تصفية معارضيه من الأمازيغ واضطهاد ساكنة مناطق أمازيغية برمتها كما وقع في الريف، كما ذهب إلى الوقوف أمام كل ما يصب في صالح الثقافة الأمازيغية كعرقلة تنفيذ قرار الملك الراحل الحسن الثاني بتدريس اللغة الأمازيغية في 1994، واستمر هذا الرفض تجاه الأمازيغية في حدته، حتى أن عباس الفاسي شدد خلال مؤتمر حزبي عام 2005 أن حزب الاستقلال سيكافح لكي لا تكون الأمازيغية لغة رسمية. وبالرجوع إلى هذه الأحداث وغيرها التي تكررت في عدة مناسبات، لا يمكن لأحد إنكار العداء التاريخي الذي يكنه حزب الاستقلال للأمازيغية، لكن التحول المفاجئ الذي طرأ على موقف الحزب بهذا الخصوص لم يكن بالتأكيد بنية سليمة، فالمواقف لا تتغير بين ليلة وضحاها، لكن وعي حزب الاستقلال بأن جميع أوراقه محروقة جعلته يراجعها ويعيد ترتيبها لكسب عناصر مهمة في المجتمع لم تكن لتعطيه صوتها، خاصة بعد الفشل الذي أبان عنه الحزب في قيادة الحكومات المتعاقبة خلال العقود السابقة، بالإضافة إلى مشاركته في مفاوضات إكسليبان المخزية التي كانت من أهم أسباب مشاكل الوحدة الترابية التي يعاني منها المغرب إلى يومنا هذا. برأيك هل سيتمكن حزب الاستقلال من استمالة أصوات الأمازيغ، أم أن وصمة العار التاريخية لن تبارحه؟